السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسة جديدة مع نيفين السيد رزق، أخصائية التخاطب والصحة النفسية. جلستنا اليوم عن علاج اضطرابات الكلام للأطفال التوحديين. عشان أعالج الكلام أو أخلي الطفل يكتسب بعض الكلمات، ومن خلال الكلمات إن هو يبني على الكلمات دي جمل، هعمل إيه؟ أول حاجة إن أنا أحسن التآزر البصري للطفل، أحسن التركيز والانتباه، أعمل بعض المهارات اللي تخلي الطفل يركز معايا، ينتبه للكلام. مش معقول طبعاً إن هو هينتبه للكلمات أو كلمات أو الأوامر أو الأفعال اللي أنا بوجهها لي وهو مش عارف يركز، أو إن هو ما عندهوش تركيز أو تآزر بصري أو تواصل بصري. فأنا لازم أنمي التواصل البصري للطفل من خلال عدة مهارات سبق وأنا عرضتها قبل كده. مهارات الحسية عبارة عن أنشطة. المهارات الحسية دي عبارة عن أنشطة، أنشطة لضم الخرز، أنشطة اللي هي نقل الحبوب من طبق لآخر، أو الضغط على الأسفنجة. إن أنا عندي طبقين، طبق فيه مية وطبق فاضي، ابتدي ان انا احط الاسفنجة في الطبق اللي فيه مية وانقل السفنجة من الطبق الفاضي والطفل يضغط عليها. فانا بعمل عملية تآزر بصري ان هو بيبص لايده وبينقل الايد من الطبق ده للطبق ده، او نقل الحبوب من الطبق للطبق الاخر، او اللعب بالصلصال، او قص الورق من خلال مقص الورق. في بعض الانشطة هسيبها في صندوق الوصف اللي هي المهارات الحسية دي. المهارات تقدري حضرتك تستخدميها الإعداد ما قبل الكلام للطفل عشان يبص لحضرتك وانت بتشتغلي معاه. بعد كده بعد ما أعمل الحواس المتعددة واشتغل مع الحواس المتعددة مع الطفل، أنقل على نقطة تانية اللي هي تنفيذ الأوامر. أنا دلوقتي صلحت التواصل البصري عنده، أصبح الطفل بيبص لي إلى حد ما، كان الأول مش بيبص بنسبة 50%. المهم ان في الحمد لله في ارتفاع في نسبة التواصل البصري. انت قادرة نسبة التواصل كانت كام واصبحت كام؟ يعني بقت كام في المية واصبحت كام؟ حضرتك اللي بتقدري تحددي بالظبط. انا شايفة كده ان التواصل بتاع ابني بقى كويس، ان هو بيبص لي افضل من الاول. ابتدي نشتغل اكتر على المهارات الحسية والانشطة المختلفة، هنمي عنده جوانب إيجابية كبيرة جدا جدا هتساعده في عملية الكلام. طاعة الأوامر، ان هو ازاي يطاع الأوامر. دلوقتي احنا حسنا التواصل البصري، هبتدي ان انا ايه اعرض عليه بعض الأوامر. افتح الباب، تعال هنا، افتح بقك، اقفل بقك، ارفع ايدك فوق. حضرتك شغالة معي عشان يقلدك، يبقى حضرتك اديتي له الاوامر من خلال التقليد، مهارة التقليد. بعد كده بعد ما حسننا مهارات التواصل البصري من خلال الانشطة الحسية، في برضو انشطة جميلة جدا بتشتمل على مجموعة كبيرة من المهارات الحسية، حس سمعي وبصري ولمسي، ومهارات تنفيذ الاوامر من خلال عملية التقليد. حمل الأشياء سواء كتب أو أي شيء موجود في البيت، أن أنا أشيله وأخلي الطفل يقلدني. مهارات المشي على الإيدين، زي ما أنتوا شايفين في الصورة كده الطفل يمشي بالطريقة دي، يبقى في حس لمسي هيلمس الأرض بإيده ورجله، وحس بصري أنه هيشوف اللي قدامه ويقلده. مهارات نقل الأشياء أو نقل الكراسي أو ترتيبها، ان انا برضو من خلال التقليد اخلي الطفل يقلدني. مهارات المساعدة في البيت، ترتيب في الدولاب ان هو يشوفني ويقلدني، ان انا انقل الادوات في المطبخ، اشيل الكوباية او غيره. في مهارات المشي على الايدين بالشكل ده، المنظر ده، احط العاب كتير في الارض واطلب منه ان هو يلمسها بايده، امسك رجله واخليه يمشي بايده واطلب منه ان هو يجيب لي لعبة معينة. كل ده بيرتبط بسن الطفل وحجمه، يعني ممكن الطفل طبعا لو طفل كبير استحالة يعمل الالعاب دي، ان انا العب معاه الالعاب دي او الارجوحة بالمقلوب. لا، دي اطفال مثلا من 3 سنوات لغاية 5 سنوات بيبقى سهل ان انا العب معاها الالعاب دي وتبقى سهلة جدا.
اختار اللعبة المناسبة حسب السن. هنبتدي بعد كده ندرب الطفل بعد ما حسنت معاه مهارات التواصل البصري وحسنته من خلال الأنشطة المختلفة للمهارات الحسية ومهارات التقليد. هبتدي ان انا اعرض صور واقول الفعل، كل فعل اللي موجود في الصورة زي ما انتم شايفين. هنبتدي بالمهارات الحياتية اللي هي تناول الطعام والشراب وغيره من المهارات اليومية. هنعرض الصور. ولد يشرب، ولد يشرب. لو ابنك بقى أثناء ما هو بيشرب يتكلم ضمير، اتكلم ضمير المتكلم وخليه هو يرد عليكي أنا أشرب، أنا أشرب. طيب الصورة هنا إيه؟ ولد يأكل، ولد يأكل. لو الطفل التوحدي بيأكل حضرتك تقولي أنا أكل، أنا أكل. يعني وصف الصورة عشان ما يقولكيش يلعب وهو بيأكل مثلا أو هو قاعد بيلعب، أسفة، يقولك يلعب، لا أنا ألعب. الصورة ولد يلعب، ولد يلعب. هنا الصورة ولد ينام على السرير، لأن هو لسه ما نمش. هنا ما نقولش ولد نايم، هو قاعد على السرير. يعني دي تسلسل الحدث بس هناخدوه بعدين إن شاء الله. فهنا الولد قاعد على السرير، ولد هينام. هنا ولد نايم، هنا خلاص نام بقى، ولد نايم على السرير. لو الطفل التوحدي على السرير نايم أو هينام يقول أنا أنام، أنا أنام. طيب الصورة هنا ولد يغسل إيده. لو ابنك اللي بيغسل إيده يقول أنا أغسل إيدي، حضرتك تقولي له أنا أغسل إيدي، وهو بيغسل إيده عشان يقول وراكي ويفتكر يربط الصورة بالفعل. ونوري الصورة مرة حقيقية ومرة صورة كرتون عشان ما يرتبطش ذهنه بمنظر الكرتون بس، لا نبقى ننوع. يعني ولد يغسل وشه، ولد يغسل وشه. لو الطفل هو اللي بيغسل وشه وهو بيغسل وشه حضرتك تبقي جنبه وتقولي أغسل وشي، أغسل وشي. إن شاء الله إحنا هنعرض صور، هعرض لكم صور كتير جدا عن الأفعال، وهنبتدي بالأفعال اليومية اللي الطفل بيمارسها خلال اليوم. هنخليه يكتسب بعض الكلمات وندخلها في جملة. انتظروني إن شاء الله مع كل جديد، ويا رب ما أكونش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا وتفيدوا أولادكم. وانتظروني مع كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.